كرة الآن ملعوبة ما فيها شيء، خطرة هذه للوصل، انفراد من فييرا، ممكن ممكن ممكن، جول أول للوصل، هدف أول عن طريق الصفقة الجديدة عن طريق جوزيه فييرا. جوزيه فييرا يسجل الهدف الأول و يمنح الوصل التقدم. لا شوف التمريرة، يا سلام يا إيمانة، ما فيها شيء، ضرب التسلل بتمريرة سحرية ولا أروع. بعد ذلك فييرا يحطها ويسجل الهدف الأول، جوزيه فييرا الهدف الأول لمصلحة الوصل، انفرد فيها حطها بسهولة، سجل الهدف الأول. واحد الوصل الآن، واحد الوصل، الضربة الركنية الآن، الكل متقدم متأهب داخل منطقة الجزاء، مرفوع هذه الكرة، خطرة هذه، جول لبني ياس الآن، هدف التعادل. خلنا نشوفها بالإعادة، مين اللي سجلها؟ وسط ارتباك هناك داخل منطقة الستة ياردة، نواف يرفعها، بعد ذلك الارتقاء، حاول حارس المرمى، يبدو لي أنا أحمد علي. خلنا نشوفها، هنا الكرة ملعوبة وبالرو الوصل الآن ملعوبة على تيمانا، ممكن من خلاله خطرة، الفرصة لا تزال، الفارو، جول ثاني للوصل، هدف من الفارو القاتل في الوقت القاتل في آخر دقيقة ونصف، إيميليانو الفارو يسجل الهدف الثاني من هجمة وصلاوية منظمة، هو اللي بدأ الفارو، لعبها لإيمانة، إيمانة مرة ثانية إلى الفارو، استلمها لف على نفسه، سددها وسط السيقان البنياسية وسجل الهدف الثاني، سجل الهدف الثاني. الوصل الآن يسجل الهدف الثاني في الوقت القاتل قبل نهاية المباراة بدقيقة ونصف، وبالتالي 2-1 2-1